محمد حمو، أحد محترف السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية. اليوم حنتكلم عن التحكم في المخاطر. كلنا كمحترفين سلامة وصحة مهنية لازم نعرف أنه دورنا الأساسي هو إيجاد الحلول، مو أنه حنوقف العمل. فدورك كمحترف سلامة وصحة مهنية في أي منشأة تشغل فيها لازم تتعلم دائما أن أنت توجد حلول للتحكم في المخاطر الموجودة في المنشأة اللي أنت شغال فيها. مثال بسيط، عندنا التحكم في المخاطر مثلا في عملية البينتينج، لو نبغى مثلا نضرب بوية على أماكن مرتفعة، والمخاطر هنا مو ضرب البوية نفسها، المخاطر هنا أن أنا بشتغل على مناطق مرتفعة، مثلا منصات عالية غير محمية وغيره، فالوركينج ات هايت عادة الخطر اللي فيه هو خطر السقوط. السقوط أحيانا توصل لقدر الله الوفاة. في الحالة هذه أحد الأساليب اللي نقدر نستخدمها عشان نمنع إن إحنا نمنع نفسنا إن إحنا نشتغل على مناطق مرتفعة، إن إحنا مثلاً بدل ما نشتغل على مناطق على منصات مرتفعة ونعرض نفسنا لقدر الله إن إحنا نقع من مناطق من مسافات عالية، نقدر مثلاً نجيب مثلاً ستيك طويل ونضرب البوية وإحنا على الأرض. ممكن مثلاً نستخدم مثلاً أجهزة بحيث إن إحنا نضرب البوية من مكان بعيد، ما نضطر ان احنا نوصل ونشتغل على منصات عالية. الشيء الثاني كمان، اذا ما قدرنا وما عندنا الحلول هذه، ساعتها نوصل اللي هي مثلا المانكيج، ويكون طبعا بشكل محمي ومع استخدام ادوات السلام. فهذه هي احد الحلول اللي احنا دائما بنستخدمها في التحكم في المخاطر. احد الحلول الاخرى، اذا ما احنا قادرين نمنع الخطر ولازم نضطر ان احنا نشتغل فوق على منصات عالية، لازم ندخل، احنا ما قدرنا نعمل elimination اللي هو العزل الكامل، ولا قدرنا نعمل substitution اللي هو التعويض بشيء اخر. فهنا نبدأ ندخل في engineering control، ان احنا نوجد مثلا منصات عمل آمنة ونشتغل عليها. اذا ما ومع منصات العمل الآمنة نبدأ ندخل برضه في التحكم الإداري، ان احنا يكون عندنا SOP risk assessment work permit، ونتأكد ان العمل هذا يكون مدرب ومثلا اخذ راحة، مجهز ومدرب على اداء العمل هذا، competent person، شخص مؤهل ومدرب عليه. وطبعا اخر حاجة وهي مذكورة اللي هي البيبيز ذكروها هنا في عملية التحكم في المخاطر في الاخير. ليش؟ لانها شيء اساسي للاستخدام، والبيبيز في كل الاحوال اللي قبل elimination substitution والانجينيرين كنترول والادمنستريتيف كنترول، في كل الحالات لازم نستخدم عام البيبيز، ما نعتمد عليها، ولكنها شيء مره مهم للحفاظ وتقليل خطوره الاصابه. سلام عليكم.